بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي ومحليا وايضا عالميا. ده بيبقى في النص الاول من حلقتنا، النص الثاني بيكون معانا بطل بالابطال، معانا قصه، معانا حكايه، معانا حدث معين بنحب نتناقشه او نستعرضه مع حضراتكم. الحقيقه النص الثاني من حلقتنا هيكون معانا الكابتن الكبير قوي، كابتن محمد الألفي، نجم مصر والنادي الأهلي في كرة اليد ومن الرموز الكبيرة لكرة اليد. الحقيقة عندنا كلام كتير نقوله معاه، عندنا كلام فني وكلام تنظيمي عن كأس العالم. الحقيقة هكون يعني إن شاء الله فقرة فيها الكثير والكثير من كواليس كأس العالم القادمة أو بطولة العالم القادمة لكرة اليد اللي خلاص هتنطلق إن شاء الله الأسبوع المقبل. خلينا نروح لحلقتنا والأخبارنا، وزي ما عودناكم في الأول بيكون معانا خبر بنحب نحط عليه هايلايتس لأنه بيكون في معنى او مغزى مهم جدا لينا والناشئين والرياضيين ان هم يعرفوا. هنعرض على حضراتكم صورتين، الصورتين الفرق ما بينهم من 2008 و2016، يعني الفرق ما بينهم 8 سنوات. بس في الثمان سنوات دول الصورتين حصل ما فيهم حاجات كتير ما بين الوقت ده وما بين الوقت بتاع الصورتين، امور كتيره جدا. طبعا حضراتكم عارفين مايكل فيليبس اللي واقف على الشمال. مايكل فيليبس ده اسطوره السباحه العالميه، الامريكي الجنسيه طبعا. ده يعني يوم ما بيروح للأولمبيات وما بياخدش ميداليات بياخد تسع ذهب. يعني ده لوحده بيمثل دول كبيره ما حققتش اللي هو حققه. مايكل فيليبس كان متصور جنبه لاعب من ماليزيا اسمه جوزيف كولينج. لاعب سنغافوري اسمه جوزيف كولينج. تمام؟ جوزيف في الصوره دي وقتها امتى؟ معلش يا جماعه نفضل على الصوره دي شويه. الصوره دي وقتها 2008. جوزيف كولينج الطفل الصغير ده كان عمره 13 سنة، وكان مايكل فيليبس أحد أساطير السباحة وكان بيروج للسباحة. كان بيروج للسباحة دي فين؟ في سنغافورة. فانتهز الفرصة الولد، الولد كان سباح صغير وكان حلم حياته إنه يبقى زي مايكل فيليبس. مش بس كده، كان حلم حياته إنه يبقى بطل. وكان يعني الصورة دي بالنسبة له إنه أمل كبير جدا يتصور جنب مايكل فيليبس. تدور الايام والسنين وبعد 8 سنين سنه 2016 هوريكم صوره تانية للاثنين، بس في 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 البرازيل في ريو دي جانيرو. عند جوزيف اللاعب السنغافوري فاز بالمركز الاول في اولمبياد ريو دي جانيرو وتغلب على مايكل فيليبس، تغلب على مثله الاعلى 100 متر فراشه، احد السباقات الصعبه جدا نزل فيها مايكل فيليبس وجوزيف كولينج، نزلوا الاثنين مع بعض. انا عايز اقول لكم انه دي كانت اول ميداليه ذهبيه لسنغافوره في التاريخ. انا بس بوريكم الفرق بين الصورتين، ان مفيش الرياضه او البطوله بتبتدي بحلم. حلم طبعا اللي على اليمين ده هو جوزيف بعد ما بقى عمره 21 سنه، وطبعا مايكل فيليبس على الشمال. الحقيقه الصورتين دول يعني بيلخصوا قصه. عايز تبقى بطل لازم تبتدي الاول بحلم وتشتغل على حلمك سنين، مش تشتغل ايام، سنين، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك، لانه انت اللي بيجتهد في الاخر ليه نصيبه. خلي بالكوا هو ما كسبوش في سبق بطوله عالم ولا سبق بطوله وديه او حاجه زي كده، ده خد منه ذهب في ريو دي جانيرو، يعني خد منه ميداليه اولمبيه اللي فشل فيه كتير جدا جدا، بالرغم انه مثله الاعلى وبيحبه ويعني كان متصور معاه، بس لما نزلوا الاثنين قدام يعني قدام بعض في سبق مفيش هزار، نازل اكسب، بالرغم ان ده اسطورته، ده نجمه المفضل، اللي انا اتصورت معاه من 8 سنين وكان نفسي اكون جنبه بس اتصور جنبه، بس نزلت. الرياضه قلب، القلب ده هو الاساس. ما خافش، ما قالكش ده المثل الاعلى ما ينفعش اكسبه. من 8 سنين ما شافش مايكل فيليبس، هو لعيب زيك، ليه ايدين ورجلين ومخ وعقليه زيك وكل حاجه، الفرق بين الاثنين او الفرق بينه هو طفل وكبير ان هو يشتغل على نفسه لغايه ما وصل لصوره. بعت لكم الصوره تاني، فرق 8 سنوات دي ده درس كبير جدا لناشئنا ولاعيبتنا الكبار حتى، ان مفيش مستحيل تقدر تحقق، بس اشتغل على حلمك، يكبر حلمك، ابذل مجهود، خد كل الطرق، هتكسب حتى مثلك الاعلى في يوم من الايام. كان مهم جدا نجيب الخبر ده مع حضراتكم عشان نعلم ناشئنا وحتى اللعيبه الكبار ان مفيش مستحيل وان البطوله بتبتدي بس بحلم. خلينا نروح ل يعني اخبارنا المحليه. دايما زي ما عودناكم بنبتدي بالنادي الاهلي وبنبتدي برضو بكره اليد. يمكن كابتن طارق محروس
المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، دايما متابع لعيبته. ده طبعا صورة الكابتن طارق محروس. اللعيبة الدوليين كمان اللي مع المنتخب، هو الحقيقة ما تقطعش الاتصال ما بينهم، متابعهم بشكل يعني مستمر، بيطمن عليهم، حالتهم الفنية، المشاكل الفنية اللي بتقابلهم، بيدعمهم معنويا بشكل كبير جدا. خلينا أقول لكم إن عندنا 8 لاعبين من أصل 23 لاعب في المعسكر. عندنا محمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام سيسة وإسلام حسن وإبراهيم المصري وأحمد عادل. 23 لاعب في المنتخب، في 3 هيستبعدوا قبل البطولة على طول، 20 لاعب. في العادي كانت القايمة بتبقى 16، ولكن الاتحاد الدولي لكرة اليد خلاهم 20. طب ليه 20؟ عشان لا قدر الله في حالة إصابة أي منتخب أو أي لاعب في المنتخب اتصاب، عندك القايمة 20 من 16، لأن وارد جدا ده يحصل، إن لاعب تظهر عليه أعراض ما يلعبش، يبقى عندك 4 في القايمة زيادة تقدر تعمل بيهم مانوفر في بطولة العالم. الحقيقة إحنا زي ما قلنا بطولة العالم هتبتدي أول ماتش يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، الافتتاح هيكون الساعة 7، مصر وتشيلي في الافتتاح. وخلينا أفكركم المجموعة بتاعتنا، مصر، السويد، تشيلي، تشيك. وهنعرض لحضراتكم الجدول طبعا، وهنعرض لحضراتكم التشكيل النهائي كمان فور يعني إعلان عنه، ال 20 لاعب اللي هيشاركوا. ولكن يكفينا فخرا ان 23 لاعب منهم 8 يعني قوام المنتخب 30% و33% من المنتخب من النادي الاهلي. هنروح لكره اليد سيدات، يمكن كابتن يحيى يوسف المدير الفني برضه مازال بيقدم عروض جيده جدا، وفاز الفريق على 6 اكتوبر ب 44-17. الشوط الاول كان خلص 25-7، والماتش اتلعب امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل. طبعا عايز اقول لكم انه المباريات اللي في الاول دي، الماتشات اللي رايح جاي دي، ماتشات يمكن يعني اصعب مباراتين كانت بتبقى الشمس، سبورتنج، الزمالك، دي المباريات المهمه. انما المباريات الاخرى بالرغم من فرق المستوى، لكن هي مهمه جدا للتجانس. يعني واحد يقول لك 25-7 الشوط الاول والماتش خلص 44-17، طب يا هيثم فين النديه؟ ما هو انت محتاج ماتشات من كل الليفلات، ماتشات سهله، ماتشات صعبه، ماتشات مأزمه. ليه؟ عشان يحصل تجانس بين اللاعبات، خاصه ان في صفقات جديده وفي لاعبات مصابه كانوا مش موجودين السنه اللي فاتت رجعوا. فالحقيقه كان مهم جدا. ولكن الدور ده زي ما قلنا لكم 18 فرقه بيلعبوا رايح جاي، وبيبقى اهم ماتشين عندنا هو او 3 ماتشات زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الشمس والزمالك وسبورتنج. الماتشات الثانيه مهمه جدا للتجانس، وكابتن يحيى يوسف ماشي على خطه ثابته، واحنا متصدرين الدوري وان شاء الله ماشيين بخطه ثابته ان احنا نرجع في الـ نتصدر الدوري زي ما كان. خليني بس اوضح لحضراتكم ان ماتش 6 اكتوبر ده في الكاس مش في الدوري، ولكن موقفنا في الدوري والكاس الاثنين سواء، يعني سواء احنا ماشيين كويس، بنتصدر وبنكسب كل ماتشاتنا، كل ماتشاتنا من اول الموسم كسبناها. طيب هنروح لرجال سله الاهلي، الحقيقه اللي عندهم موسم السنه دي صعب، موسم قوي. ابتديناه طبعا بمرتبط رجال وسيدات وفزنا بيه. طبعا كابتن اشرف توفيق رافع الحمل البدني. يمكن ليه رافع الحمل البدني؟ زي ما قلت لحضرتك كان في اصابات، عمرو الجندي مثلا صورته معانا، عمرو الجندي كان عنده كورونا ورجع، مش عارف ايهاب امين ورجع، في احمد مهيب، عندك مودي الجرحي، اصابات، في فرق سرعات، الجمال ايضا كان مصاب، 5 اصابات زائد اللي موجودين اصلا كانوا عندهم كورونا، عمر طارق ومحمد مصطفى مودي وعبد الفضيل. الثلاثه دول عملوا مسحه ومنتظرين نتيجتها عشان ان شاء الله لو طلعت سلبيه هيشاركوا مباشره في التمرين الجماعي. والكابتن اشرف توفيق عنده طبعا مباراه في دور ال 16، او رجال كره السله عندهم مباراه في دور ال 16، هيلعبوا الكسبان من الشرقيه دخان والترام. الحقيقه ده هيتلعب يوم السبت اللي جاي. ماتش يعني مهم برضو للتجانس، طبعا دي بتبقى فرصه كويسه، يعني يمكن احنا كنا بنتكلم معاهم في لعيبه حتى الان ما لعبوش مع بعض او لعبوا ماتش واحد بس مع بعض، يعني عمر طارق مثلا مع الجمال مثلا ما لعبوش كتير مع بعض. ليه؟ صفقات جديده، اصابات، اشتراكات قليله، فالدنيا راحت على ايه؟ على انه ما لعبوش مع بعض كتير، فطبعا محتاجين يلعبوا مع بعض، وده اللي بيعمله كوتش اشرف بدني لغايه ما اللعيبه تكمل، وبعد كده يبتدي في المباريات ويبتدي في الايه؟ في التدريبات الجماعيه الكامله للعيبه. هنروح لكره السله سيدات بقياده الكابتن علي هاشم، برضه بيرفع الحمل البدني. انتوا عارفين طبعا ان احنا فزنا على الجزيره من ايام في دور ال 16 وتاهلنا في كاس مصر لدور الثمانيه، هو بيستغل فتره التوقف دي عشان برضه يرفع البدني، نفس القصه، اصابات وتوقفات، ففي فرق سرعات في الناحيه البدنيه. فرقتنا هتلعب مع نادي الترام في دور ال 16 في الدوري السوبر. انا قلت لحضراتكم ان الدوري المرتبط رتب الفرق من 1 ل 16. في مباراه التاهل دي الاول هيلاعب ال 16 والثاني هيلاعب ال 15 والثالث هيلاعب ال 14 وهكذا، وهيتاهل 8 هيلعبوا بيست اوف 3. هيتاهل 8 يطلعوا يلعبوا السوبر، و8 يلعبوا او يحددوا مراكز ويحددوا ايضا بالتبعيه الهبوط.
فطبعا منتظر ان شاء الله نادي الاهلي يتاهل، وبعد ما يتاهل هنقول لحضراتكم الجدول بالتفصيل. هنروح الكره الطائره يعني رجال، وشفنا كابتن محمد مصالح ميدو كان معانا الحلقه اللي فاتت، زي ما بيقول الكورونا ضربت الفريق بشده، زي ما قال قنبله كورونا فرقعت في الفريق، يمكن 9 لاعبين أو 9 من الفرقه اصيبوا بكورونا، الحمد لله دلوقتي كله تمام وكله خف، حتى كابتن محمد مصالح ميدو نفسه الحمد لله تعافى، بالرغم ان هو كان اكتر واحد تعرض لاعراض قويه لكورونا. وفريقنا طبعا كان الدوري وقف زي ما حضراتكم عارفين، والفريق بيستعد لمواجهه هوليدو ان شاء الله بالدوري في الجوله اللي جايه. طبعا احنا كنا لعبنا ماتشين، لعبنا النادي شرقية الدخان وكسبنا 3-0، ولعبنا ايضا نادي مصر للبترول وكسبنا 3-0. فان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله هتكون هوليدو، عندنا ماتشين مؤجلين طبعا بسبب كورونا، كان بتروجيت والقناه. الحقيقه المجموعه هيكون تقريبا ما بيننا وبين بتروجيت اول وثاني ان شاء الله، وبعد كده هيتم التاهل للادوار اللي بعد كده، وهنقول لكم الجداول هيبقى شكلها ايه فور اعلان عنها باذن الله. سيدات طائره الاهلي كانوا عندهم ماتش مع سبورتنج السبت اللي فات مهم جدا في اسكندريه، الماتش اتاجل الجمعه اللي فاتت، انا اسف كان الماتش في يوم الجمعه ولكن تاجل الماتش بسبب انه حصل ان طبعا اصابات كتيره في فرقه سبورتنج من اللاعبات كورونا للاسف، ربنا يشفيهم يا رب ونطمن عليهم. الماتش كان هيتلعب يوم الجمعه اللي فات على صاله الشهداء باهلي الجزيره، مش في اسكندريه، ولكن زي ما انتم شايفين الكورونا اصبح جزء لا يتجزا من الحياه الرياضيين، يعني زي ما انتم شايفين سبورتنج يعني طيب الماتش انا اسف هما بيبلغوني الماتش يوم الجمعه اللي جايه، يوم الجمعه اللي جايه على صاله الشهداء، بس هو كان اتاجل، ما هو معلش بس عشان بس ما نتلخبطش، الماتش كان الاسبوع اللي فات وتاجل للاسبوع اللي جاي لغايه ما اللعيبه تخف، بس بنقول كده بنقول لكم ان الكورونا اصبحت جزء لا يتجزا، يعني الاهلي الحمد لله سلام، ولكن سبورتنج عندهم مشاكل، اتاجلت المباراه. وبالمناسبه يعني عايز اوريكم حاجه، اتحاد الطايره واخد قرار اكتر من 3 لاعبين أو 3 لاعبات في الفريق بيأجل الماتش في الوقت اللي كان العكس تماما، بس هنيجي ليها وقتها لما نيجي نتكلم عنها. اتحاد السله قال لك مش هيأجل خالص، يعني لو الفرقه ال 12 لعيب كورونا تلعب ازاي، تطلع كل اللعيبه بتاعه 18 و20 سنه. الحقيقه يعني مش عارف، كل طبعا اتحاده ليه وجهه نظره، ولكن يعني اتحاد السله يمكن يعني مختلفه خالص عن كل الاتحادات، يعني الكوره بتاجل عندك عدد معين، حتى اوروبا نفسها كده، بس ليك ليميت، يعني ليك 3-4 ماتشات تاجلهم مش مفتوحه، ولكن اتحاد السله قال لك ما فيش تاجيل خالص نهائي، حتى لو 12 لعيب بتوع 20 سنه او لعيبه 20 سنه لعبوا الماتش هيتلعب، بس هنيجي في وقتها وهنتكلم. هنروح طبعا لتنس الطاوله، ويمكن عايزين نحط هايلايتس عن هنا جوده. هنا جوده الحقيقه تصدرت التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 سنه على فكره كذا شهر ورا بعض. هنا بتقدم اداء متميز في البطولات المحليه والدوليه، الحقيقه هنا ما شاء الله يعني ربنا يحميها بينتظرها مستقبل باهر. احنا حاطين عليها امل كبير جدا جدا، خلي بالكم في السن ده بيبقى مؤشر هتعمل ايه لما تكبر. هنا جوده بالمناسبه خدت بطوله الجمهوريه اللي فاتت. خدت بطوله الجمهوريه وكسبت بالرغم انها عندها 15 سنه، بطوله الجمهوريه للكبار. وكسبت وبرغم انها عندها 15 سنه، كل دي مؤشرات ان هنا جوده ماشيه على الطريق العالميه، يمكن يعني عايز اقول لكم ان في مواقع كتير جدا على تصويت على احسن رياضيه مصريه منها ميار الشريف وغيره وغيره، هنا جوده بسنها دي داخله في التصويت. 15 سنه وداخله مع السيدات اللي عندهم 20 سنه و21 و23 و24 و28 سنه، فالحقيقه اللاعبه دي او هنا جوده بينتظرها مستقبل باهر، وهي ميدن اهلي. يعني انا عايز اقول لكم ان هي منذ نشاتها وتعليمها وزي ما بيقولوا بنعومه اظافرها في النادي الاهلي، وكانوا عاملين لها بالمناسبه كانوا عاملين لها ترابيزه على قد طولها، لان هي كانت صغيره عندها 9 سنين 8 سنين، الترابيزه العاديه ما كانتش توصل لها، فعملوا لها ترابيزه على قدها عشان تقدر تتمرن لما لقوا فيها الموهبه. والحقيقه هي دي بتبقى برضو افكار بره الصندوق، لما تلاقي موهبه كبيره وانت محتاج تحافظ عليها مش هتستنى لما تكبر، فانت بتبتدي تشتغل عليها، ودي تنس الطاوله في النادي الاهلي الحقيقه على طول بيخرجوا ابطال. هنروح للسكواش. مصطفى عسل كان ترتيبه ال 14 عالميا، بعد بطوله بلاك بول وما وصل للمركز الثالث نط مركزين وبقى في المركز ال 12. عايز اقول لكم انه طبعا ادى في بطولتين اتلعبوا في مصر، هو ادى فيهم اداء كويس، بطوله الاهرام ثالث، بطوله بلاك بول ثالث، كسب في بطوله بلاك بول كسب بول كول النيوزيلندي، كسب الكولومبي ميجل رودريجيز، كسبه في قبل النهائي او في دور الثمانيه، انا اسف لانه بول كول كان في دور ال 16 لعبه بدري. فالحقيقه يعني مصطفى عسل ماشي بخطى ثابته، يعني هو المركز ال 12، اتوقع بطوله ثانيه ان شاء الله
يوصل للمربع هيخش في العشرة الأوائل. مصطفى عسل 21 سنة، يعني احنا بنتكلم ولسه ما تأمهمش، يعني احنا بنتكلم ان هو بدأ بدري جدا في البي اس اي، بدأ بدري جدا في طبعا الاحتراف او احتراف اللعبة. لولا كورونا، لولا كورونا كان الولد ده او اللاعب ده كان هيكون في حتة تانية خالص. الحقيقة دي كانت اخبارنا داخل جدران نادي الاهلي. لسه عندنا اخبار محلية محتاجين طبعا نستعرضها مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا المحليه. يمكن طبعا في الاخبار المحليه اهم حدث عندنا طبعا الاسبوع القادم وهو كاس العالم او بطوله العالم لكره اليد. يمكن اول الفرق اللي جت الاسبوع اللي فات كان فريق اليابان، فمنتخب مصر انتهز الفرصه دي، وبالتالي ايضا منتخب اليابان انتهز الفرصه دي ولعبوا ماتش ودي كانت على الصاله رقم واحد باستاد القاهره. منتخب مصر فاز 34-29. الشوط الاول كان خلص 17-16 لمنتخب مصر. وعايز اقول لكم ان الماتش ده حضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد، والكابتن حسين لبيب، والدكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي. وطبعا مصر دي تعتبر بروفا ليها طبعا قبل ماتش تشيلي، ماتش تشيلي اللي هيتلعب يوم الاربعاء اللي جاي. وخليني اقول لكم حاجه مهمه برضو، ان في ماتش تاني هيتلعب مع اليابان، يعني يمكن كانت فرصه كويسه ان طبعا الفرقتين يلعبوا ماتش او ماتشات وديه قبل الكاس العالم. وخليني اقول لكم ان دي برضو الميزه فيها ان انت بتلعب جوه اجواء البطوله، يعني الاجراءات الاحترازيه هي هي، نفس الاوتيل انت بتقيم فيه، نفس الملاعب اللي انت بتلعب فيها. فالحقيقه كان ماتش مهم، ولو شفتوا النتيجه 34-29 هتحسوا ان الفرقتين ما كانوش بعيد، يعني مش ماتش وان سايد جيم مثلا، لا. والشوط الاول 17-16، يعني معنى كده ان في استفاده من الاثنين. واكيد طبعا المديرين الفنيين عندهم، يعني يمكن مدير فني مصر اكتر، ان عنده في 3 لعيبه هيتم استبعادهم، اكيد جرب كل اللاعبين. والمباراه طبعا ما فيش حد دخل الصاله الا لما كان متأمن تمام ويعني زي ما بيقولوا يعني متأكدين 100% ان الكل اللي في الملعب يعني او ملعب بالكامل خالي من كورونا، لان طبعا ده من ضمن الاجراءات الاحترازيه. وعايز اقول لكم حاجه عن كاس، عن بطوله العالم دي. طبعا انتوا عارفين توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه هيكون موجود، يعني توجهت له دعوه وان شاء الله جاي. انا عايز اقول لكم انه بنسبه كبيره جدا العالم كله جاي يشوف مصر هتعمل ايه، العالم كله جاي يتعلم يشوف مصر هتعمل ايه، مش يشوف بس، لان في بطولات جايه كتير. لو مصر نجحت في تنظيم هذه البطوله، انا عايز اقول لكم ان العالم كله هيتجرأ وهيعمل بطوله، هيعمل بطولاته، هيقيم بطولاته، هيشوفوا تنظيم البطوله ازاي. يمكن يعني احنا قلنا قبل كده ان بتعمل بنظام البابل، البابل اللي هي الفقاعه المقفوله، عارفين يعني فقاعه هوائيه كده جوه الميه مقفوله، اللاعبين وكل من حتى عايز اقول لكم حتى الصحفيين هيعملوا مسح ويخشوا المعسكر، ما فيش حد هيطلع ولا هيخش، حتى العاملين في الاوتيل. نظام صارم جدا للحفاظ على سلامه اللاعبين. لو ده نجح والدنيا كلها شافت الموضوع نجح، انا بقول لكم ان ده هياثر بشكل كبير على الدوره الاولمبيه اللي جايه. لو مصر ان شاء الله باذن الله نجحت، وهننجح ان شاء الله، كلنا ثقه في المسؤولين واللي بيديروا هذا الملف، ان احنا هننجح ونبهر العالم بهذا التنظيم، خاصة ان احنا عندنا 32 فرقة مشاركة، فطبعا عدد من الفرق كبير باجهزتهم الفنية بالصحفيين بكل الكلام ده، ان شاء الله هتنجح البطولة باذن الله. طيب هنروح لاتحاد السلة. زي ما احنا اتكلمنا عن اتحاد الطائرة ان هو مدي 3 اصابات كورونا في الفريق ياجل الماتش، اتحاد السلة قال لك لا تاجيل للماتشات، الماتشات هتتلعب تتلعب، وجعل مسؤولية سلامة اللاعبين، ده طبعا بيان اجتماع مجلس ادارة اتحاد السلة، وجعل مسؤولية سلامة اللاعبين للأندية، وان النادي ملزم بتقديم شهاده قبل المباراه بسلامه لاعبيه وجهاز الفني، وتحت طبعا اشراف النادي نفسه والجهاز الطبي نفسه، ويعتمد تعتمدها اللجنه الطبيه في الاتحاد. وقال لك انه اي عدد من الاصابات انا مش هاجل الماتش، اللي عنده كورونا يطلع من 18 سنه من 20 سنه وعندك المفتوح. يعني ايه؟ يعني ممكن تستعين ب 12 لاعب اللي بيلعبوا، ال 12 لاعب يبقوا من 20 سنه. كل اتحاد له سياسته، ولكن يعني يمكن اتحاد السله او اتحاد او القرار ده يمكن غريب شويه، مش مع كل الاتحادات، ولكن كل اتحاد ليه سياسته وتحترم. والنادي الاهلي اول الملتزمين طبعا بلوائح وقوانين الاتحادات كلها اللي بتتبعت على طبعا. انا بس عندي ملاحظه صغيره، هو توقيتها، يعني كان المفروض الكلام ده يبقى قبل انطلاق الموسم خالص، يعني بس انا ما عنديش مشكله اي حاجه تقال او اي حاجه تعتمد، احنا ملتزمين بيها طبعا، واكيد النادي الاهلي بيكون اكتر الانديه التزاما، ولكن يعني كان المفروض تبقى بدري شويه، يمكن قبل انطلاق الموسم، عشان حتى الانديه تبقى عارفه هي تعمل ايه. انما دلوقتي انا عندي ماتشات الشهر ده والكلام ده موجود، ولكن يعني وضع طبيعي ووضع استثنائي، وقد يعني نخطئ ونصيب كلنا، مش بس يعني المسؤولين عن اللعبات، ولكن احنا نفسنا قد نخطئ ونصيب
في هذه الظروف الاستثنائيه. طيب نروح لمنتخب الجودو. منتخب الجودو زي ما انتم عارفين خد بطوله افريقيا، وكان معالي الوزير الشباب هناهم على صفحته. اتحاد الجودو طبعا رايح يلعب بطوله الماسترز، واللي هتلعب في العاصمه القطريه الدوحه من الفتره من 11 ل 13 يناير. طبعا القائمه هتضم 7 لاعبين، وهم محمد عبد الموجود واحمد عبد الرحمن ومحمد محي الدين ومحمد عبد العال ومحمد عبد الرحمن وحاتم عبد الاخر ورمضان درويش. وطبعا منتخبنا كان راح شارك في بطوله افريقيا طبعا في مدغشقر، وحقق المركز الاول والصداره و9 ميداليات، 5 ذهب و2 فضه وزيهم برونز. كده خلصنا اخبارنا المحليه، هنروح لاخبارنا العالميه. يمكن اخبارنا العالميه نبتديها بكره السله في الام بي اي. يمكن انا عايز اتكلم عن حاجه معينه قبل بس ما نروح للفيديوهات. ستيفن كيري اللي هو اللاعب لاعب ووريورز جولدن ستيت ووريورز، اللاعب ده لعب اول 5 جولات كان مستوى مش كويس. اللاعب ده على فكره خد ام في بي احسن لاعب في الام بي سنين طويله، وخد الرينج بتاع الام بي او البطوله هناك. هناك لما تاخد بطوله بتاخد خاتم. خد 3 مرات البطوله. ستيفن كيري لعب 5 ماتشات وحش ودافع عن نفسه. ستيف كيري دافع عن نفسه وقال انا يا جماعه انا لاعب يعني جامد ومش محتاج، وانا خدت 3 مرات. الماتش ده كان ليه اول ماتش السادس اللي هو كان بيلاعب ووريورز، سوري ووريورز بيلعب بليزرز. حط في الماتش هو ده ستيف كيري اللي شاط كره ده اللي انتم شايفينه اللي شاط 3 بوينت ده، حط 62 نقطه، اعلى معدل تهديف في حياته. رد كان قاسي منه قوي يعني، ستيف كيري كان رده قاسي جدا. يا جماعه طب انتوا بتشككوا في امكانياتي، طب انا هحط لكم اعلى سكور حطيته في حياته. وفرقته فازت 137-122. انا عايز اقول لكم انه ده درس، ده درس يعني درس للاعب في التحدي، ان انا مهما اتعرضت لامور سلبيه، انتقاد سلبي، يعني شايفين بيهوش وبيشوط من اي حته بيجيب 62. انتوا عارفين يا جماعه 62 نقطه ده رقم كبير جدا، حط في الكوارتر الاول 21 نقطه لوحده. انا عايز اقول لكم انه الرد لازم يكون في الملعب. اللعيب الكبير ما بيتكلمش على السوشيال ميديا، ما بيتكلمش على الصفحات الجرايد على الانترنت، بيتكلم بس في الملعب. 62 نقطه بيحطهم اعلى سكور في كاريره كله، ومش كده بس، وباصات واسيستات وريباوند ولعب ممتع. هتشوفوا حتى في اخر كوره هو يعني بص حتى بيشوط وبيقع، يعني حقيقه ماتش رده كان قاسي جدا على منتقديه. ولو كان في وقت اكتر كنت هستعرض لكم هو كتب ايه. هو حتى قال انا خدت البطولات بتاعتي من اعظم لعيب اللي هو ليبرون جيمس في العالم اللي انتوا بتقولوا عليه احسن لعيب في العالم، انا خدت بطولاتي منه. انا عايز اوريكم بس اخر كوره يشوفوا، يعني يمكن هو ما صدقش لانه طبعا بيبقى شايف يعني بص يعني راجع نظرات التحدي الاصرار. دي مهمه جدا للاعبين ان انت مهما تعرضت لامور سلبيه انت بصوا يا جماعه، يعني الفرحه مش فرحان انه حط 62 بونت، ما كسب ماتش، هو ما خدش بطوله، ولكن ردك على منتقديك وردك على الامور السلبيه انت بتعرض لها ده في حد ذاته بيبقى بطوله. ده كان اول خبر معانا في العالمي. هنروح للوس انجلوس ليكرز وليبرون جيمس، كانوا بيلعبوا ممفيس وفاز الحقيقه 94-92. مباراه كانت قافله جدا جدا جدا. ليكرز كان بيلاعب ممفيس، وعايز اقول لكم انه طبعا ده في المجموعه الشرقيه، انتوا عارفين ان بي اي بيبقى مجموعه شرقيه ومجموعه الغربيه. انتوني ديفيز حط 26 نقطه للليكرز، وعندنا طبعا جوناس وديليون حطوا يعني 13-3. انتوا متخيلين 13 3 بوينت. الفرقين طبعا يعني شايفين السكور 94-92، يعني سكور متواضع. يعني لو شفنا الماتش اللي قبل منه بتاع الوريورز كان 134، فطبعا انت لما توصل ل 94-92 لا الماتش واضح انه كان مقفول وماتش مش حلو وماتش كان اداؤه متواضع. And I know as a player, B.A., there are plenty of times as Anthony Davis knocks down a corner three-pointer effective to get to the rim. Late shot clock, Jones puts it up and rattles it home, a three-ball. Third. LeBron left open for three, fires over Jang, he's got it. LeBron James protocol, just his second game of the year. He finds Bane, he fires a three, and he's got it. On his back. Really score anywhere but down on the post, so dangerous. But what a block from Melton. And run on the floor on the receiving end. Oh, and he fires it home. James and Davis again. Now he gives it. Oh, and Anthony Davis hammers it home. Timeout on the floor. You want to know why they're one of the best fourth quarter teams? Davis and LeBron combining for the last 9 Lakers points. Now James got the ball in his hands, the whole possession, and he'll stick another one. LeBron James.
That was a tough shot right there, B.A. Oh. Inside, Clark hangs, denied by James. وزي ما حضراتكم شفتوا طبعا ليبرون جيمس احسن لاعب في العالم بيمارس هوايته المفضله انه يحط النقاط الفاصله في المباراه ويعمل بلوكات في الدفاع يخلص الماتش. طبعا ليبرون جيمس يعني من اعلى العقود في العالم, عقود اللاعبين يعني, وكمان لاعب متميز ومن اعلى اعلى طبعا مشاهدات في العالم لماتشاته ليبرون جيمس. خلينا نروح لخبر طريف في دوري الجامعات طبعا لكره السله, فريق بوستون وهولي كروس. الغريبه ان هم لعبوا بكمامات الماتش الاثنين الفرقتين. يمكن اول خبر نجيبه لكم يمكن يعني طريف ان الفرقتين لعبوا بالكمامات كنوع من انواع يعني الاعلان او نوع من انواع تأييد الاجراءات الاحترازيه. والموضوع ده طبعا مش عايز اقول لكم في منتهى الصعوبه, اذا كنا احنا لما بنبقى لابسين الكمام ونطلع السلم بنبقى بنعاني, فما بالك ده انت بقى لابس الكمام زي ما انتم شايفين وبتلعب مباراه, الموضوع بيبقى صعب وحتى ما انتش واخد عليه. بس كان حاجه طريفه وكنا حابين نجيبها لحضراتكم. طيب نروح لليابان, نطير لليابان. اليابان في وزارة الصحة طبعا قالت تصريح من يومين عن تزايد عدد الإصابات, ولما هي قالت التصريح ده كل العالم قلق, قال لك طب ده يعني ممكن يبقى مقدمات لإلغاء أو تأجيل الدورة الأولمبية. ولكن رئيس الوزراء سوجا أكد أن الدورة الأولمبية في ميعادها, عمل مؤتمر صحفي وأكد أنه الدورة الأولمبية في ميعادها. خليني أقول لكم أنه طبعا الدورة الأولمبية أصلا اتأجلت سنة من 2020 ل 2021, ولكن بعد زيادة المعدلات الإصابة الشديد في اليابان الناس قالت لك والله لا ده كده واضحة أن الدنيا أو الدنيا رايحة على تأجيلها. خليني أقول لكم أن اليابان واخدها تحدي, واليابان لو أجلت الدورة دي تاني هتخسر مليارات, لأن طبعا هي معاد وبتنفق وبعد كده ترجع ما تقيمهاش وتنفق تاني, فلازم هتتلعب. انا اتوقع يعني هم اكدوا قالوا هيلعبوها. طبعا هم بيسرعوا في اجراءات اعتماد اللقاح عشان يقدروا اللعيبه كلها تاخد اللقاح قبل ما تلعب, يعني ده وضع طبيعي. وقالوا انه طبعا اعلان حاله الطوارئ من عدمه في البلاد ده مش هياثر ابدا, حاله الطوارئ الصحيه طبعا مش هياثر ابدا على اقامه الدوره الاولمبيه في ميعادها. والحقيقه لما بتلاقي يعني قياده سياسيه كبيره في اليابان طبعا بقيمه رئيس الوزراء بياكد ان البطوله في ميعادها, فالحقيقه احنا مصدقين لانه لازم هتحصل في ميعادها. وخليني اقول لكم ان كاس العالم كره اليد في مصر متابع جيد, وخلي بالكم فريق كره اليد او منتخب كره اليد اليابان هنا في مصر يعني الدنيا مش بعيده والناس شايفه اللي بيحصل ايه وهيرجعوا يحكوا. فكاس بطوله العالم لكره اليد هيبقى انتصار كبير جدا لمصر وهيبقى وسام على صدر كل من اصر ان البطوله دي تقام, وهيبقى يعني وسام على باذن الله بعد نجاحها ان شاء الله, وهيبقى وسام على صدر كل من تولى الملف ده طبعا بدعم من القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا معالي رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري. كل دول هيبقى يعني وسام على صدرهم نجاح بطولة العالم وهيبقى وسام على صدر كل مصري. كده خلصت اخبارنا, هنروح لفاصل سريع وارجع حضراتكم عشان استقبل ضيفي الكابتن محمد الالفي احد نجوم طبعا كرة اليد الغني عن التعريف, ومش بس كده ده داخل في كواليس بطولة العالم, هنعرف منه كواليس كتير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن محمد الالفي احد نجوم كره اليد, والحقيقه يعني من مطبخ بطوله العالم. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك, منورنا ومشرفنا. ده نوركم والله. ويعني يمكن حضرتك لقاء تاخر في قناه الاهلي شويه, بس حضرتك ده مكانك وبيتك. ده بيتي. طبعا مشكله خالص فيه. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع تقرير عملناه خصيصا لكابتن محمد الالفي, نعرفه اكتر واكتر ونشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. هو واحد من أهم وأبرز الشخصيات التي أثرت في تاريخ كرة اليد المصرية سواء على مستوى اللعب أو الإدارة الفنية, وهو الأب الروحي للعديد من اللاعبين المميزين في قائمة منتخبنا الوطني الأول, والذي يستعد حاليا لبطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري. بدأ حياته مع كرة اليد وهو في 14 من عمره داخل جدران نادي هليوبوليس, وظل يدافع عن قميصه حتى احترف بصفوف الهلال السعودي عام 1980 مع كابتن عبد الرحيم القليوبي, وحصد كأس المملكة وحصل على ثاني الدوري بالسعودية,
قبل أن ينتقل لصفوف نادي الوحدة الإماراتي مع كابتن طلعت شتاء، وحقق المركز الثالث في الدوري معه. ثم كانت العودة للنادي الأهلي في الفترة من 83 وحتى 89، حقق حينها الدوري رفقة الشياطين الحمر في 5 مناسبات، إضافة إلى لقب سادس مع نتائج المرتبط، بالإضافة إلى لقبين لكأس مصر ولقب للبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري بالمغرب، كما حصل مع منتخبنا الوطني على 3 بطولات عربية قبل أن يعتزل بعد المشاركة في بطولة العالم باء والتي أقيمت بفرنسا عام 1989، وظل قائداً لمنتخبنا خلال الفترة من 79 وحتى اعتزاله للعبة. بدأ رحلته مع التدريب عام 89، ثم أشرف على تدريب منتخب مصر مواليد 72 في منصب مساعد المدرب مع الراحل جمال شمس، وحققا سوية بطولة العالم للشباب والتي أقيمت بالقاهرة عام 1993، وهو ما تسبب في حصوله على وسام الجمهورية قبل أن يشرف على تدريب منتخب مصر مواليد 74 ليحقق به المركز السادس ببطولة العالم للشباب بالأرجنتين، وعقبها الإشراف على تدريب منتخب مصر للكبار والحصول على البطولة العربية بالأردن عام 1999، ثم كانت بطولة إفريقيا للكبار 2000 في الجزائر قبل أن يعمل مساعداً للصربي الخبير زوران، والذي حصد معه الفراعنة المركز الرابع ببطولة العالم في فرنسا 2001. ثم كانت النقلة بتدريبه لنادي هليوبوليس عام 2008، وحقق معهم كأس مصر في مناسبتين عامي 2015 و2017، كما حصل معهم على المركز الثالث بالدوري. واستعانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم رقم 27 لكرة اليد بخدمات الألفي في منصب رئيس لجنة المسابقات بالبطولة العالمية لما يتمتع به من خبرات غزيرة وعلاقات وفيرة. كابتن محمد، يمكن رحلة طويلة من العطاء. والله وشايف حضرتك استرجعت ذكريات طويلة مسعد وجمال الحقيقة. الله يرحمه. وكمان يعني أكيد في محطات هي أبرز في حياتك أو بتعتز بيها. إيه المحطات اللي لا لعيب بقى ولا مدرب؟ ناخد واحدة واحدة. كلاعب طبعا أنت نادي هليوبوليس إحنا ما كناش بنطلع غير مثلا السادس السابع، وإلا لما سافرت أنا وكان فوز جيمس بيلعب معانا وماجد ندى، فوز جيمس بطل هاندبول. لما بطل هاندبول بقيت عندنا احنا كنا 8 ولا 9 لعيبة بس. بدأ الفرقة تنزل درجة تانية يعني، لغاية لما جه الجيل بتاع سنة 66 اللي هو أيمن فاروق ومحمد رفعت وشريف فاروق وعملوا نتائج وطلعوا بالفرقة. لما أنا رجعت من الإمارات كنت راجع نادي هليوبوليس يعني، فالنادي الأهلي قال لك عايزين الشريك هو نادي الزمالك. فحتى نادي الزمالك عرض 10,000 جنيه والنادي الأهلي كابتن طارق سليم الله يرحمه قال لي 7,000، قلت له ان شاء الله 5,000 هاجي الاهلي يعني. وبعدين رحت بقى النادي الاهلي فسالت سؤال، يا جماعه انتوا ما اديتوش نادي هليوبوليس اي حاجه، فادونا فانيلات او ادوا نادي هليوبوليس يعني فانيلات وشورتات وشرابات، عارف دي 16 يعني فاتبعت ب 16 فانيلا و16 شورت. فالحمد لله يعني ده كان يعني ده كان مقابل انتقال يعني نظير انتقال لا هم كانوا خلاص كنت خدت الاستغناء وكله مشيت وحاجات كده. كانت الروح جميله بين الانديه. فطبعا بقى لما رحت النادي الاهلي كان النادي الاهلي معزز الصفوف اساسا بخالد عبد الخالق وعاصم السعداني وعاطف عبد الرحمن حارس المرمى، واحنا رحنا كان في بطوله مصر بطوله افريقيا في مصر سنه 83 اللي هي احنا لعبنا على الاستاد وعمرنا ما كنا اتمرنا عليه الحقيقه اللي هو السله الخارجيه فخسرنا. انت بتتزحلق يعني، هم الجزائريين وساحل العجب وكل الفرق دي بتتمرن على الترتان سهل يعني. فاتغلبنا فلعبنا يعني كملوا الدوري في سبتمبر اول سبتمبر، فده الدوري الوحيد اللي خسرته. بعدين كسبنا 4 دوري وكسبنا بطوله افريقيا، وفي النص في سوري اخر حاجه كان في دخلوا المرتبط مع نتائجه مع نتائج الدرجه زي اللي بيحصل دلوقتي. زي دلوقتي. فدي كانت اول سنه كان عاشور لشول بتاع النادي الاهلي، الفرقه كانت جامده الحقيقه.
ياسر صلاح، مش طبعا مش فاكر. بس بالرغم ان حضرتك لعبت 5 سنين في الاهلي يمكن، لا لعبت 8 بس، ما هو بس في سنتين المنتخب كان واخدنا، ما انا قصدي على كده. وسنه كنت بقى مخبوط في اللي هي في بطوله افريقيا اللي احنا كسبناها، عندي كان كسر في الضلعين، يا خبر ابيض، في ماتش السنغال الحقيقه. والحمد لله. بس يعني قصدي اقول ان هو يعني عملت تاريخ كبير مع النادي الاهلي فتره قصيره. اول النادي الاهلي يعني انا مش هقول ان انا ده احنا كنا يعني كنا فرقه جماعيه، وبعدين مدربين بقى ايه، كابتن خليل زكي الله يرحمه، وبعدين كابتن طلعت شتا، وبعدين جابوا واحد من بولندا اسمه ادوارد برضو كان مدرب كويس قوي، وبعدين جمال شمس تفرغ اللي هي السنه اللي كسبناها بالمرتبط دي، جمال شمس تفرغ للفريق الاول، كان كابتن صالح قال واحد فيكم يبطل يعني، فجمال قال لي انا بطل وانا اللي همرن يعني. والحمد لله الحقيقه يعني كنا ماشيين كويس. بعدين الجيل اللي جه بعدينا بقى اللي هو كان سنه 90 اشرف عواض ومحمد، ده الجيل اللي احنا عارفينه كله بقى، ده بقى اللي كسب بقى كل حاجه، دوري بالزبط. وكاس احنا ما كسبناش كاس يعني، الفريق دي ما كسبتش كاس. بس هو دايما الدوري بيبقى هو البطوله الاكبر لاي لاعب يعني، هي البطوله اكبر واللي نفسها اطول طبعا يعني، فاهم ازاي؟ وبيبان فيها يعني مستوى الفريق الحقيقي، لانه بيبقى نفس انت طبعا. المستوى مثلا الاهلي والزمالك كسبهم في حته، في الاهلي والزمالك تلاقي اللعيبه مثلا 3 في كل مكان، ولو عنده نقص بياخد من الفريق اللي تحت، عنده فرقه مثلا مرتبط كويسه قوي. لكن انت في نادي هليوبوليس مثلا العدد عندنا مثلا ما يجيش 16. كابتن الصوره دي مثلا يا كابتن تعليق حضرتك عليها، دي كانت فين دي زمان بقى، دي سنه 74 لما اتجمع المنتخب اول مره، وكان الدكتور حسن مصطفى راجع من لايبزيج، والدكتور عبد الفتاح عبد الله زعل ومشي، فكابتن حسن مصطفى بقى ايامها هو اللي ايه اللي درب. يعني طبعا انا شعري كان بص شكله وحش ازاي، انت حضرتك اللي على الشمال خالص، نمره 8 ده، رقم 8 ده، بس كابتن اليوبي، بعدين ده المهندس حسن صقر كان وزير الرياضه، وكابتن فتحي الصاوي، كابتن طلعت شتا كان كابتن يعني الفرقه، اللي لابس الترنج اللي هو يعني الغامق ده حسن صقر. انا اول مره اشوف صورته وهو صغير كان رئيس جهاز الرياضه صح. بعدين كابتن طلعت شتا، وكابتن جابر سعيد، وكابتن محسن نور، وكابتن صلاح مصطفى الله يرحمه بتولي من الاولمبي، كابتن حسين لبيب، كابتن مسعد الله يرحمه، كابتن جمال حسين ده كان اسيوط بعدين راح الزمالك. يعني كابتن حسين لبيب اللي مشبك ايده. ايوه اللي مشبك ايده. يا جماعه ده، يا جماعه التاريخ ده ما شاء الله حاجه جميله جدا. حاجه خلي بالك انا يعني حسين كان عام مواليد 55 وانا 56، الباقي كله 52 بقى، وكابتن طلعت ربنا يديله الصحه. كنتوا اصغر ناس. 45 وحسن صقري 50 كده يعني، وكابتن اليوبي 47. يعني بتهيألي دي يعني يمكن من البطولات المهمه برضو في حياتك يا كابتن، خلي بالك برضو انت كنت صغير. كنت صغير قوي. وكان يمكن في البدايات بتبقى مهمه جدا للاعب انه يشارك مع منتخب مصر في سن صغير. بس خليني اقول لك كابتن، طفره كره اليد يعني شهدت يمكن يعني من اوائل الثمانينات كانت مصر. لا ما انا احكي لك بقى. لا يعني لو وانت كمان باسكت، اصل الباسكت نفس الحكايه. اقول لك ليه، انتوا عندكم كان صالات كتير بتتمرنوا فيها. صحيح. يعني مش جيلك انت طبعا اصغر مني بكتير. الجيل بتاعنا احنا ما كانش فيه صالات. صحيح. كنا نتمرن في الرمله وحمره وبعدين عشان بطوله افريقيا نروح نلعب مثلا دوره في باكوس في اسكندريه برضو رمله، تطلع بقى هناك في الجزائر او تونس ملاعب اللي هي كانت باركيه زمان، نكسر الدنيا وتتغلب غلب فظيع. تتغلب. فجي كان الدكتور حسن، كان حسن مصطفى من سنه 74 لغايه سنه 83 هو المدرب. عايز يعمل حاجه طفره مش عارف. أنا بقول يعني عارف هو اللي خلى الفكره عندنا ان احنا الدفاع اهم من الهجوم. كان زمان يقول لك يريح في الدفاع. فهو اللي غير الفكر وبدانا ندافع 6-0 زي فريق المانيا وكل الحاجات دي. تيجي بقى الدكتور عبد الاحد جمال الدين عمل صاله في كل عاصمه، وزير الشباب والرياضه. فكل عاصمه محافظه. الصالات دي كلهم شكل بعض، هي دي اللي خدمتنا، زائد صاله نادي الزمالك الحقيقه. التمرين المنتخب كان فيها. فبدا يحصل لك طفره، بدات الفرق الشباب عندك بتكسب بطوله افريقيا. ما عشان كده حضرتك النتائج اللي لمسناها في التسعينات ولكن بدات الطفره. طب انا احكي لك ليه بقى. ما هو الدكتور حسن لما اتغلبنا 83 رشح نفسه بقى رئيس اتحاد. بقى رئيس اتحاد من سنه 74، بقى بيهتم بثلاث فرق يعني، الفريق الاول وفريق الجينيور وفريق اللي هم اليوز اللي هم الناشئين الصغيرين. فبقى عندك على الاقل من مثلا من 65 ل 90 لعيب بتختار منهم. صحيح. كبر القاعده، فبقت عندك القاعده كبيره. وبعدين بدا الدوري بيبدا منتظم، كان زمان مش منتظم، اي واحد يتخانق في الدوري ازاي. وبعدين كاز منتظم مره برضو، واحنا في بطوله سنه 86 منع الاهلي والزمالك ان هم يروحوا بطوله افريقيا. السبب ان احنا المستوى قال لك مستواك اقل
من ان انت تروح تكسبه بطوله افريقيا. مين الاهلي يعني ما نروحش؟ هو الدكتور بقى الدكتور حسن مصطفى. اه لا ما نقدرش نقول حاجه. لا طبعا ده ما نقدرش نقول حاجه. لا صحيح هو ما بيهزرش طول عمره يعني. انا عارف. لا بس اقول لحضرتك هو كان يعني يمكن كل اللي احنا شايفينه ده زي ما بيقولوا خرج من بين اصابعه يعني. هو اللي أسس للفكر ده من زمان. هو عمل سيستم للاتحاد. حتى الاتحاد الدولي دلوقتي فيه سيستم يعني. كل الورق اللي أنا جايبه لك ده الاتحاد الدولي اللي بعته يا فهم. بيبعته لفلان وفلان 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 وعلاء السيد وأنا ومش عارف إيه وإحنا أنت ننظم. فهو عنده سيستم بيعمله في كل حتة. طبعا بدأت تجني أنت بقى. جمال شمس كان مدرب منتخب مصر وطلع التاني في الجزائر فرق جون. طبعا الجزائر كانت بتكسبك 6-7 تجوان. فسنه 90-91 لما تدمن جه سنه 91 كسبنا بطوله افريقيا في مصر. تمام. والبطوله الافريقيه للافريكان جيمز دي كسبناها برضو في مصر. بداتوا تصدقوا ان انتوا تقدروا. كان يعني بدا مش انا بقى. انا كنت بطلت 89 اللي كنت عامل زي الالفا عارف انت كلهم عيال صغيره او مش كانوا بقى دلوقتي ما شاء الله يعني. وانت معاك مثلا ايه طارق الدروي. كان ايمن الشاهد الله يرحمه. خالد ابو النوم الله يرحمه. عارف فرق صغيره كلها. هشام نصر. عمرو صلاح. الفرق كانت بتوع بورسعيد مثلا عصام بركات عبدو عبد الوهاب محمد السيد. كل دول سنهم اصغر مني مثلا بخمس ست سنين على الاقل. بس دلوقتي خمس ست سنين ده ولا حاجه يا كابتن. لا بس زمان كان زمان. اصل انا زمان لعبت بدري كمان يعني. انا كنت بلعب منتخب مصر 16 سنه. ومعايا بقى كابتن طلعت عطوج. انا كنت بقول لهم يا كابتن صحيح الدنيا اختلفت يعني. لعبت مع كابتن حسن. يعني كابتن حسن مصطفى كان ايامها بيلعب. لحقته؟ لحقته سنة. وبعدين سافر لايبزيج هو. وبعدين بقى رجع المدرب بقى الكوتش. بالرغم ان هو لعبت معاه بس كان كوتش. بس خليني اقول لك كابتن برضو ان الدكتور حسن مصطفى بيستعين بيك في امور كتير يعني. حضرتك لما بتمسك لجنة المسابقات هو بيقول لك انا ابنه. يعني احكي لك بس. حسن مصطفى وطلعت شتا وكانت كابتن سيد عبد العال. الثلاثة دول من النادي الاهلي. دول ومسعد عباس الله يرحمه كانوا مصممين ان انا ابقى لعيب هاندبول. يعني انا كنت بلعب بقى ايه كوره مع كابتن ميمي عبد الحميد وبلعب غطس وبلعب فعلا. سباحه. وبتوع اليوبلس بقى ايه يعني مثلا نروح العجمي ولا في ماتش نروح سايبين كلنا نروح العجمي فاهم. فهم بداوا ياخدوك في المباريات اللي هي الاهلي بيلعبها حبيه. بعدين خدوا استغنى وبعدين كابتن الفريق مرتجي رجعها على علاقات الكويسه مع مع شاذ الله يرحمهم الاثنين يعني. رجعها قال انا كنت قليل ادب يعني مع مع كابتن علام. بس ما حصلش. لا طبعا لا طبعا. بعدين بعديها بسنتين بقى لما سافرت ورجعت على الاهلي. فانت هما الاثنين الحقيقه عارف انت اللي هما ايه تفرغوا ليك. ومعهم كان مسعد كان مشطوب وكان قاعد في نادي اليوبلس سنه 70. وفرقه اليوبلس سافرت لبنان كان خالد عبد الناصر هو كابتن الفرقه وقعد معايا. وكنت بكرهه كره العمى وطلعني بقى الشجر ومش عارف ايه عشان ابدا يعني اخش. وكان زمان التمرين سهل يعني. بس حضرتك يا كابتن يعني بامانه يعني برضه حطيت بصمتك يعني. يعني كلمنا كمان على بطوله العالم. انت طبعا يعني لجنه المسابقات دي لجنه في منتهى الخطوره انها ممكن تنجح. المفروض ان هي اهم لجنه طبعا. لجنه المسابقات دي تحتيها الحكمين اللي هم الميقاتي والمسجل اللي هم المصريين اللي هيبقوا قاعدين في النص. لجنه المسابقات دي اللي بتحط الجداول بتاعه التدريب. لجنه المسابقات دي بعد الاسبوع الاولاني هي طبعا القرعه جايه في كل حاجه. بس انت الفرق مثلا برج العرب هيقفل. تمام. الفرقه الرابع هتروح على كاس الرئيس والثلاثه التانيين هيتوزعوا. هيبقوا في اربع مجاميع. الاربع مجاميع دول 24 فرقه. ال 24 فرقه دول هيلعبوا في ثلاث صالات اللي هي العاصمه الاداريه والاستاد وال احنا هنلعب اربع صالات يا كابتن. أربع صالات في الأول. بعد أسبوع هتتقفل برج العرب كله هيلعب في القاهرة. تمام. هيلعبوا في 6 أكتوبر في الجيزة اللي هي صالة حسن مصطفى دلوقتي. اللي هي بتاعت الاتحاد. بتاعت الاتحاد مش بتاعت الاتحاد وزارة الشباب. الشباب والرياضة يعني الاتحاد بقى مقره فيها. بس ده هنرفع عليهم قضية. أنت عارف أنا في مصر الجديدة. بص يا كابتن حضرتك راجل فايتر وماجش. مقاتلين إحنا. هو علمنا إن إحنا نقاتل في كل حاجة. ده أنا هحكي لك لو أنت لا لا خليني. لا ده أنا عايز أعرف موضوع الصلاة. بس خليني أطلع لفاصل يا كابتن. بس موضوع الصلاة واللي هتلاعب والكلام ده كله كواليس إحنا عايزين نعرفها. بس خليني أطلع لفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل إعلاني سريع وأرجع لحضراتكم عشان نعرف كواليس بقى المسابقات والصلاة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومنكمل حوارنا مع كابتن محمد الالفي. طبعا احد رموز كره اليد في مصر. مش بس رموز كلاعب وكمدرب وكاداري دلوقتي الحقيقه يعني خبرات تراكم خبرات كبيره جدا لكابتن محمد. كابتن محمد كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الصلاه واختيارها وهات لنا القصه من الاول بقى كابتن. الصلاه طبعا استاد القاهره طبعا صلاه 100 100 ما فيش فيها جدال. بس كان فيها مشاكل في السقف
فاهم ازاي؟ والهيئة الهندسية خدتها. مشاكل ايه يا كابتن؟ كان مشاكل بقى في حاجات في السقف مثلا طبعا مع العمر والعمر من سنة 90 بدأت تتساقط على اللعيبة وهم بيتمرنوا والحتت اللي هي الألمونيوم اللي هي في الفوق خالص في السقف وضع طبيعي يعني فبدأت الهيئة الهندسية عملت بتعمل لها مرمى يعني انت عارف من الارض لغايه السقف 67 متر. يا خبر ابيض. فده حاجه فظيعه. عايز اجهزه من نوع معين. طبعا انا ما كنتش فاهم الحقيقه بس عاصم السعداني هو اللي شرح لي. بعدين خلي بالك مهندس كابتن عاصم مهندس عاصم كان بيقعد معايا يقعد يقول لي اصل الجمالون هنا ده مش عارف بيعمل ايه وهو دايما طول ما هو ماشي بيحكي هو ما شاء الله عليه بدل الفيديو حبيبي يا حبيبي كابتن عاصم. فبعدين الصاله يعني كانوا مقسمينها اربع ارباع فعاملين ربع عاملين بقى اللي هي السقالات والحاجات دي عشان يوضبوا تقدر توصل. فعاصم سأل قال له ده يخلص في شهر طب اربع اشهر تبقى البطوله خلصت صحيح. فروحت انا للدكتور حسن قلت له الصاله دي مش هتخلص فهو كلم الدكتور اشرف صبحي. تاني يوم كان الدكتور اشرف صبحي عند السيد الرئيس كان معاه المدير المالي بتاع الرئاسه طلع في التلفزيون كمان انا شفت الحوار كنا غطيناه برضو. بعديها باسبوع رحنا لقينا اربع سقالات بدل سقاله واحده. هو ده دعم الدوله بقى دعم الدوله. وبعدين الثلاث صالات بقى التانيين دول مبنيين من 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 اي تو زد فاهم ازاي يعني من يمكن يا كابتن دي الصوره بتاعت لا هنا ده هاتهالي الدكتور حسن. لو كنت تعرف كنت اجيب لك صوره الصالات. لا ما احنا يا كابتن دي خلي بال حضرتك ده مش اول لقاء يعني بس حضرتك احنا لسه مع بعض على الهوا اهو ما عنديش مشكله لا احنا مع كل العالم حضرتك هتبقى ضيف معانا على طول بشكل كامل طبعا تنورنا عايزين نعرف الكواليس. المهم يا كابتن الثلاث صالات الباقيين انشئوا خصيصا للبطوله من اي تو زد طبعا هم البطولة الهاندبول لكن هم ينفعوا لكل حاجه طبعا خلي بالك في مجمع اللي هو بتاع العاصمه الاداريه ده المجمع ده فيه كوره وفي حمامات سباحه وطلع فيه صاله هاندبول تانية اللي هي بتوع ذوق الاحتياجات الخاصه الفروسيه ودي يا كابتن صوره اهي ده الاستاد ده وده استاد القاهره والسقالات باينه شويه بعد التجديد يعني الدنيا جميله. اتفضل يا كابتن. طب وبعدين العاصمه الاداريه و6 اكتوبر وبرج العرب برضو جوه في ظهر الاستاد بتاع برج العرب تمام كوره برضو مبنيه على احدث حاجه ما شاء الله. بتاعة 6 اكتوبر بقى فيها زياده اللي هو المبنى اللي هو اداري في فندق في حمام سباحه في مبنى بتاع دوت مكتب الاتحاد الدولي وطبعا الاتحاد المصري لكره اليد معموله الحقيقه جميله وبس. طب الاوتيل ده هيبقى فيه فرق مقيمه فيه ولا فرق ما هو انت البطوله لا البطوله لازم فايف انما بعد كده بيشتغل زي ما احنا بيشتغل هو اللي كمان اللي خدت العقد بتاعه اللي هي سيتي اللي هم اللي طالعين اللي عاملين نوادي في كل المحافظات سيتي كلاب هي اللي بتدير طبعا كويس. فبقول لك الصالات يعني انا شفتها اصلا وهي رمله وكنت حاطط ايدي على قلبي انها تخلص ولا ما تخلص. طبعا المتابعه الهندسيه كان مهندس علاء السيد المهندس عاصم السعداني المهندس محمد رفعت ده استاذ دكتور في جامعه القاهره والمهندس وليد عز الدين وفي اسكندريه احمد باهر وفي 6 اكتوبر اللي هو حسام عصبه. حضرتك كنت متابع كل الكلام ده كابتن؟ انا بقى بروح معاهم انا بحضر مسابقات برضه بشوف الملعب. لا طبعا الصالات يعني كل ده حضرتك بتتابعه عشان تبقى عارف هتعمل ايه. فطبعا ايه المهندسين دول كلهم هاندبول خلي بالك يعني احمد باهر جميل فيها ومنتخبات كلهم بيلعبوا كابتن عاصم وعاصم السعداني طبعا هو كان رئيس للجنه المسابقات دي لجنه الاستادات والحمد لله مشيت وخلصت وبدات دلوقتي احنا لعيب بقى لنا اسبوعين بنلعب عليها الماتشات بتاعت الدوري بنات واولاد وناشئين وكل حاجه ما شاء الله. فليه الصالات بدات حضرتك قلت لي ان بعد اول اسبوع من البطوله برج العرب خلاص مش هيبقى فيه فرق. كل الفرق هتيجي وحضرتك الفرقه اللي هتطلع من البطوله هيبقى لهم لا عندهم بطوله تانية اللي هي كاس الرئيس فالرابع في كل مجموعه انت عارف هم 8 مجاميع 32 فرقه الرابع في كل مجموعه هينضموا ويعملوا مجموعتين مجموعه في العاصمه الاداريه ومجموعه في 6 اكتوبر. جميل يعني اللي خرج من البطوله مكمل ده نظام حلو جدا والدكتور حسن مصطفى حطه عشان يبقى اللي مشارك ما يبقاش زعلان انه خرج. هو طبعا يمكن دي مجموعات هيستعرضوها معانا واحنا ما حضرتك ودي المجموعه الثانيه وكذا لو عايز لا يعني هم بيدين مجموعه سي كرواتيا قطر يعني لا يعني انت كل مثلا ايه استاد القاهره اللي هيلعب فيها مصر تمام مصر اساسا في المجموعه السبعه كابتن المجموعه السبعه اللي هي جي كويس ومعاها معانا الدنمارك اللي هي المجموعه بتاعت الدنمارك اللي هي دي هيلعبوا في استاد القاهره المجموعتين دول يبقى مجموعتين في استاد القاهره كويس. فانت قدامك مثلا ايه هتلاقي في العاصمه الاداريه جروب سي وجروب جي اللي هو
هتلاقي تمام. في اسمها ايه دي في 6 اكتوبر جروب دي وجروب اتش. تمام. هتلاقي في البرج العرب جروب بي وجروب اف. 8 مجاميع على 4 صالات، كل صاله فيها مجموعتين. فيها مجموعتين. تمام. وهتتقام فيها المباريات يوم مجموعه ويوم تاني ولا في الراحه مجموعه؟ ايوه في يعني هنا مثلا الفرقتين بيلعبوا يوم في السبت. التانيين بيلعبوا يوم الاحد. حلو جدا. كويس. فهو بياخد راحه. خلي بالك ده اول مره احنا كنا بنلعب 9 ماتشات بينهم يومين راحه بس. انا فاكر. فبتموت على طول. حتى كاس العالم اللي فات تقريبا كان بيتلعب كان كده. فانت دلال هي اللي فيها فتره الراحه بتبقى كويسه للاستشفاء بتاع اللعيبه. كويس جدا. كويس. بعد ما يخلصوا الاول والثاني والثالث يعملوا مجاميع مع المجموع مع المجموعه اللي جنبه. يعني مثلا ايه هتلعب مع بي يبقوا 6 فرق. يبقوا 6 فرق. تمام. يخشوا بالنتائج بتاعتهم. انا فهمت. يعني مثلا مصر مجموعه مصر مجموعه الدنمارك بيلعبوا على استاد سيد القاهره بعد ما اخلص مبارياتي هضم على المجموعه الثانيه. أيوة. اللي كانت بتلعب معايا اللي كانت بتلعب بس معها. الرابع هيمشي. الرابع هيمشي بقى وهنعمل لهم كاس لوحديهم. يتعمل كاس لوحده. كاس لوحده عشان يبقى البطوله لوحدها برضو يبقى جه استفاد. دي تخلص يوم 27 بتاعت كاس الرئيس. دي حلوه جدا. النظام ده حلو جدا. ده كاس الرئيس اللي هو رئيس الاتحاد المصري الكلي مش المصري رئيس الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيعملها مثلا بقاله 6-7 بطولات. ايوه. التانية بقى اللي هي الفرق دي هتلعب مش هتلعب 5 ماتشات بقى. بالظبط. هتلعب 3 اللي هم بتوع المجموعه الثانيه. بتوع المجموعه اللي هي الثانيه اللي مش هلعب فرقتي مش هلعب مجموعتي انا بقى. خلاص مجموعتك انت كسبتها. عشان كده لازم منتخب مصر يكسب السويد والتشيك وشيلي. هيروح على مين بقى هناك؟ الدنمارك؟ هيروح لا الدنمارك لا الدنمارك رايحه حته ثانيه. طيب هقول لك بالظبط دلوقتي انت عندك مثلا ايه؟ سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا. هاي المجموعه هنا كاتبها اصلي. على مهل. مجموعه مصر اللي هي اي صح؟ ايوه مجموعه مصر المجموعه 7 اللي هي اي. اي لا اي بي سي دي اي اف جي لا جي جي لو انت هتلعب مع اتش. ايوه يعني فاهم ازاي؟ يعني المجموعه جي هتلعب مع اتش. كويس. اللي هي المجموعه اللي جنبك اللي جنبك اللي في نفس الصاله اللي نفس الصالة. نفس الصاله. انا قصدي لا ما بيلعبوش في نفس الصاله. دول اللي هيجولك. دول اللي هيجولك. لو انت طالع الاول هتفضل في نفس الصاله بتاعتك. جميل. لو طالع الثاني تروح انت تسافر رايح الاول بقى اللي ايه بس احنا مش هنسافر كلهم جوه القاهره يعني خلاص كله جوه القاهره خلاص يعني المجموعتين بتوع برج العرب هيخلصوا وكله هيجي يلعب على الثلاث صالات كله هيجي يلعب في مصر. كويس. في القاهره انت دلوقتي هتبقى ايه طبعا ما نقدرش نقول اسم الاوتيلات. لا مش هنقدر. الاوتيل هيبقى مقفول على مثلا صاله الاستاد. حلو. والتاني الاوتيل اللي هو في العاصمه الاداريه الجديده. تمام. برضو الاوتيل مقفول على الناس اللي بيلعبوا في صاله العاصمه. ومفيش نزله في الاوتيل. مفيش اي الاوتيل. ما هو الاوتيل بيبقى زي ايه برجين. في برج للنزله. تمام. دول بيبقوا مثلا المفروض الكاباسيتي بتاعت الاوتيل تبقى 50%. ده في العادي. في العادي رئيس الوزراء دي الاجراءات اللي عاملاها الدوله. الاجراءات. تمام. فهو هيبقى ايه الاوتيل هيبقى شغال كله 50% بيبقى فيهم الناس اللي هم البابل. حلو جميل. اصل في كلام اتقال ان الاوتيلات طبعا اكبر من الاستاد صاله واحد دي كانت سواء تحت الانشاء او بص تحت التطوير. كانت عامله ازاي الارض. لا انا عايز بقى الصوره الثانيه بقى يا جماعه بعد ما هي في ماتش اليابان تقريبا ونجيب لا ماتش اليابان اتغيرت تغير. تمام. بس انا عايز اقول لحضرتك ان اتقال لنا ان الاوتيلات هتبقى مقفوله. اهي بص يا كابتن الصاله ده ماتش اليابان. الصاله عامله ازاي دلوقتي. حاجه ما شاء الله مفخره يعني. لا بص السقف بقى الحاجات دي اللي كانت بتقع. لا والاضاءه جميله كمان شكلها يا جماعه. بصوا الشكل يعني ما شاء الله يعني. واللوحه تقريبا تم تجديدها برضو يا كابتن. مش دي اللوحه اللي كنا بنلعب. دول ايوه مش كنا بنلعب. ايوه والله ينور عليك. دلوقتي مش دي اللوحه اللي احنا لعبنا بيها هم ايام كنا بنلعب. خلي بالك. طب خلي بالك عشان السقف 67 متر ما عرفوش يعملوا اللوحه بتاعت الباسكت. ايوه اللوحه اللي هي مربعه. ايوه دي معموله في الثلاث صالات التانيين فعلا يا كابتن. يعني الصاله اصل احنا خلي بالك احنا ما فيش تسريبات جايه لنا. يعني هتبقى فيها موجوده وبتشتغل مربعه. ايه الجمال ده؟ بتشتغل بالنتيجه بالاسماء بالفاولات تايم اوت بالطرد. انتوا عارفين يا جماعه كابتن محمد بيتكلم عن الشاشه اللي هتبقى في قلب الملعب في النص فوق في السقف زي اللي موجوده في الماتشات بتاعت الام بي اي. بتبقى الشاشه ايوه شايف. بص يا جماعه الله على الجمال. بص يا كابتن هي دي هي الشاشه دي المربعه. موجوده من الاربع جهات. الشاشه اللي انتوا شايفينها الاربع جهات. اربع جهات عليها تتعرض عليها فيديوهات ارقام سكور. ده يبقى في لو في مشكله حتى في الماتش بتقف بتشوف. بتشوف عندنا زي الفار. زي الفار. بس بنعمله على خفيف لان عندنا الكره سريعه جدا. سريعه جدا صح. وحتى الفكر الجديد اللي جاي دي صاله ايه دي صاله العاصمه برج العرب يا كابتن. دي برج العرب. برج العرب هما الاثنين زي بعض. برج العرب كوبي. جميله. كويس. الـ 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 الفكر ان انت يعني عارف التطور بقى بتاع الهاندبول ايه بقى يا كابتن؟ ان الكره ما تخش الجون وال30 دقيقه خلصت. الجون ما ينورش. عايزين يحط زي الباسكت. زي ال24 ثانيه
بتاعه الباسكت. قال لك نفكر لها على حاجه. البورد بينور بعد ال 24 ثانيه في الباسكت تنور عشان ما يبقاش بس بالصوت يبقى فيجوال. ايوه يبقى فيجوال. فيجوال يبقى الحكم مش محتاج لان ساعات الصوت بيسبق الصوره وبقت لعبه ثواني. أيوة صح انا بتكلم صح؟ فالجون هينور. ينور. نفسي اشوفها دي. نفسي لا الجون نفسه مش هينور. العرضات تنور صح؟ العرضات. التايم اوت انتوا عندكم الباسكت تعمل كده تاخد تايم اوت. احنا كنا بندي كارت اخضر. لا دلوقتي زرار. الزرار تدوس على الزرار يقفل الماتش. تزمر والسكور يقف والتايم يقف. بس بقى في تشابه كبير اهو الدنيا بتخش مع بعضيها يعني باسكت ولاد زي الباسكت. لا 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 العنف ده لعبه قويه جدا يا كابتن. لعبه قويه جدا بس يعني انتوا عندكم الباسكت متدلعين يا كابتن. الباسكت متدلعين ده اليد. انا في فاولات يا كابتن بشوفها بقول اللعيب هيقوم هيطوح في اللي عمل معاه الفاول ده هيروقه. خلاص تعودنا ويتعمل الفاول يقوم يسلمه على بعضه عادي ويخش بقى ده العادي. خلي بالك كمان احنا دلوقتي بقت عندنا قوه وسرعه لان انت دلوقتي السنتره ما بقتش ايه ما سريعة بقتش بقى سنتره سريعه يستنى لما الفرقه الثانيه تعدي. لا بقت صح سريعه صح. فاللي بيحط جون بدل بيقوم وهو مضروب بيجري عشان يلحق يدافع صح عشان يرجع. فبقى فيها قوه وسرعه فظيعه يا فاهم ازاي. بقى عدد السكور بقى يزيد يعني كان زمان المتوسط مثلا 28 25 دلوقتي ممكن تبقى فيه كسبانه 38 صحيح 34 كده. بس ده بيدي متعه للعب. بيدي بيدي تشوق الحقيقه بسرعه يعني تبقى ما قلبك بس المدربين بقى قلبهم يقف بعد الشر كده. طب اقول لك يا كابتن دلوقتي احنا خلاص الرابع او الرابع في كل مجموعه يعملوا كاس الرئيس او رئيس الاتحاد وهيبقى عندنا بعد كده يعني هنقول 8 طلعوا من 32 بقى 24 فرقه. 24 فرقه في فرقه هتطلع عشان نوصل دور ال 16. الثمانيه ما فيش دور 16. ما فيش دور 16 في دور الثمانيه على طول. اول تاني من التاسع لل 24 هتحددوا مراكز ازاي؟ يا ريت انت من الخامس لل 24 هتعمل ايه؟ طب حلو جدا. الحسبه بتبقى حسب الماتشات اللي انت لعبتها. يعني مثلا الماتش اللي بتكسبه بتاخد نقطتين، اللي التعادل بتاخد نقطه. بس يا كابتن ده كمبيوتر. لا استنى ما انا هقول لحضرتك ده معاك. انا معاك انا هقول لحضرتك. لا احنا بنتكلم بقى ده ممكن في فرقه ظلمت في التصنيف طبعا. يعني ده هيتفرق معاها. مش هتظلم. لا بس هتظلم هنا. لا انت ده بتعمل كفاح طول الماتشات. انت قصدك ان انا اديتك فرصه واثنين وثلاثه واربعه. اول حاجه الفرصه بتاعت تمام الفيرست راوند تمام اللي هو المجموعه الاولانيه تمام. تاخد اول من الثاني. تاخد الاول تاخد نقطتين الثاني ياخد نقطه الثالث يخش بزيرو كويس. هايل. طبعا انت لو خدت يعني ان شاء الله منتخب مصر لو خد النقطتين يخش معاه نقطتين. حلو. هيلعب ثلاث ماتشات تمام. يكسب ماتشين يعدي يبقى مع اربعه. يعدي حلو. اول او تاني. حلو جدا. فاهم ازاي؟ يعني قصد حضرتك ان كتر المباريات حتى لو اتظلمت في التصنيف تلحق تتعوض. انت زمان كان نوك اوت 16 تعرض لك. بس ده نظام هايل. انت بتموت نفسك عشان تكسب ايا كان اسم الفرقه اللي قصادك. ما تفرقش. ده تشيلي على عباس مش عارف تلعب البرازيل تلعب اي حد بتموت. طب يعني بينك في السر يا كده يا كابتن مش قدام الجمهور يعني حد سامعنا هنعمل ايه مع السويد؟ لازم نكسب ان شاء الله. يعني طب انت شايف المستويات بص بس السويد اصلها عملت حصلت فيها دروب جامد بعد ما كانت تكسب كاس العالم والاولمبيات وحاجات كده. انت عارف الحته اللي حواليها اللي هي الاسكندنافيان دي كلها الدنمارك والنرويج وايسلند والسويد وفنلندا كلهم في الهاندبول مستواهم عالي تمام. فهم بيكسبوها في التصفيات وفي وحاجات دي. فتلاقي مثلا بطولتين اوروبا او ثلاث بطولات اوروبا ما دخلوش لكن بدلهم مرتين بيبداوا يخشوا ويكسبوا فرق جامده. طب يا كابتن لعبوا ماتشات وديه قبل ما يجوا؟ ما حضرتك متابع. لا هم ما بيلعبوش ماتشات وديه هم بيلعبوا دوري بطوله اوروبا ودوري انديه اوروبا. خلي بالك لما تلاقي السويد كويسه تلاقي 2 3 في برشلونه 2 3 في كيل 3 4 في طب الوضع ده موجود دلوقتي يا كابتن؟ لا في واحد وينج ليفت. يعني عليك ده التحليل بقى اللي بيجي. بص ده التحليل بقى اللي ايه اللي هو الخلاصه. فانت الفرق دي بتلعب ماتشات كتير يعني مثلا قبل ما يرجعوا قبل ما اللي هي الاجازه بتاعت اللعيبه الدوليين كانت اوروبا بتلعب يوم 30 29 سيمي فاينل وفاينل اوروبا للانديه. الانديه منها المجر فرقه فيلسبرينج دي اللي هي فيها يحيى خالد وكيل. كان عندنا يحيى خالد في الماتشات دي. يحيى كان بيلعب. وكيل فيها كيل المانيا وباريس سان جيرمان وبرشلونه. دول الاربعه. الحقيقه فرقه المجر طلعت الرابع. كيل كسبت البطوله كويس. باريس سان جيرمان طلع الثالث وبرشلونه طلع الثاني. انت شايف ان ده استعداد ليهم كويس؟ بس طبعا استعداد كويس انت ما استمتعتش بيه. ايوه يا كابتن بس ده انديفيدوال. بعدين لما عملوا بطوله اوروبا عملوها 32 بلد
فقعدوا شهر ونص من نص نوفمبر يلعبوا فيها لغايه اخر ديسمبر. فده كل دوت مباريات قويه وهم قريبين من بعض. طب انا هسال حضرتك سؤال يا كابتن. احنا حضرتك سيدي لا حضرتك سيدي لا مش احنا هاجلنا دلوقتي بس دلوقتي انا لما العب مع فرقتي بطوله اوروبا غير لما اتمرن مع المنتخب في تجانس. ايوه ما هو منتخبات تمام منتخبات البلاد. ايوه بس في بطوله الانديه في بطوله انديه تتلعب برضو. يعني قصدي اقول لك ان انا مش طول الوقت مع منتخبي يعني انا بروح مش العب الوقت. مش طول الوقت لكن انت ما كانش عندك كان عندنا 16 ماتش ما لعبناش منهم غير البحرين صحيح. واليابان اليابان ماتشين دول وممكن البرازيل تلعب البرازيل ماتش البرازيل كانوا جايين كان طلع عندهم كورونا فما جوش قعدوا استريحوا. طب ده كافي يا كابتن بالنسبه لنا الاعداد؟ لا ما انا يعني انت في الاول خالص كان عندنا امل ان انت تبقى من الاربعه الاوائل كويس. الامل ليه؟ لان انت عندك الشباب طالعين الثالث صح والناشئين طالعين الاول وبعدين هو الراجل الحقيقه ده واللي قبليه اللي هو ديفيز الاولاني اللي هو الاسمر ده ديفيز والثاني ده براندو مدخلين الصغيرين مع الكبار ففي اندماج دلوقتي ايه الاجيال. بس يمكن عندنا فريق قوي بس الاعداد للاسف بسبب كورونا كان ضعيف. بس خليني استكمل مع حضرتك استكمل لا مش الاعداد بقى نخش جوه اكتر مع المنتخب بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع. الحقيقه انا مش عايز اطلع فاصل والله انا عايز اعرف كل حاجه عن البطوله بس لازم نطلع فاصل اعلان سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل حوارنا مع الكابتن محمد الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد بنستأنف حوارنا مع كابتن محمد الالفي طبعا غني عن التعريف ونجم النجوم في كرة اليد المصرية. كابتن يمكن كنا بنتكلم عن الصلاة الاستعداد. طب التدريب يا كابتن 32 فرقة اتمرنوا فين؟ 32 فرقة يتمرنوا فين؟ انت كل فرقة بتلعب في صالة يعني مثلا فرقة السويد بتلعب في الاستاد صالة واحد ليها تمرين واحد في الصالة الرئيسية كويس؟ لا ثانية تمرين واحد في الدوره في الدوره كلها يعني قبل اول ماتش ولا قبل كل ماتش؟ هم ما بييجوا من السفر ليهم تمرينه يتمرنوا فيها كويس تمام. بيجي يتمرن عايز يتمرن الصبح في بالنسبه للاستاد القاهره في الاستاد في صاله 2 اللي هي الصاله الصغيره صاله هاندبول كويس. لا 3 و4 تلاقي بقى ليها بطوله عالم دي عشان تبقى فاهم. بس 3 و4 لا لا 3 و4 صغيرين تمام. وبعدين صاله اتحاد الشرطه الرياضي هايله كويس جددناها خالص تجددت كمان كلها. واوضه اللبس يعني طبعا انتوا الباسكت هيروح يلعب فيها احنا بص احنا هناخد وراكوا على طول الحاجات دي دوري بقى وكاس وكله بس احنا مستنيين بطولتك والصاله بتاعه الجيش اللي هي طلائع الجيش اللي هي بتاعه اللي هي جنب الدار الهندسيه ده ايوه منشيه البكري منشيه البكري برضه اتنضفت وبقت جديده لان كويس. دي صاله التدريب دي صاله التدريب في بتوع الاستاد في المجموعتين بتوع الاستاد جميل. مجموعه العاصمه الاداريه برضه تمرين واحد في الصاله الرئيسيه وفي صاله فرعيه فين في نفس المجمع بتاع ده اللي شفناها اللي هي بتاع ذوي الاحتياجات بس باركيه هي جبنا لها جونين وعملوا لها شبك ورد بتاع واشتغلت خلاص كويس. تالت صاله اللي هي بتاعت نادي هليوبلس انها بينها وبينهم بالظبط 8 دقائق صاله هليوبلس اللي هو في الشروق اللي في الشروق اللي في الشروق معايا الصاله في مصر الجديده يا ريت عندنا صاله لا مصر الجديده خلاص اتخنقت هليوبلس وحضرتك قاعد على طول هناك في هليوبلس انا قاعد في الشروق على طول ما انا عارف لا الشروق دلوقتي برجع لاولادي خميس وجمعه حضرتك طبعا ماسك رئيس جهاز كره اليد في هليوبلس فطبعا يعني حضرتك قاعد هناك على طول في فرع الشروق. تيجي بقى الايه لو عايز تتكلم على هليوبلس انا ممكن يومين ثلاثه نتكلم. صاله 6 اكتوبر فيها صاله فرعيه يعني الصاله اللي هي المين هول دي بيتمرنوا فيها وفي صاله فرعيه في نفس الكومباوند في نفس المكان وفي صاله اللي هي بتاعه وزاره الشباب اللي هي مش هقول لك جنب أكتوبر. ايه اللي اسمها 6 اكتوبر الدوليه اللي بتلعب فيها الباسكت بتلعب فيها الباسكت بس دي ارضيتها باركيه لا ما احنا رجعناها الايام دي رجعتوها يا كابتن ده الاتحاد السله هيتعب عشان يركب الباركيه ده لا الباركيه راكب ما هو راكب فوقيه ما هو الباركيه تعمل زي البساط فوقيه لا الباركيه بتاع الصاله مش هي مش باركيه اصلا بتهيألي هي بيجي ما كانتش باركيه كان ترتان بس الباركيه بيجي يتركب وبعدين جابوا الباركيه وعشان اتحاد الباسكت عملوه عشقه اللي هو بيتعشى ده حطيت فوقيه اللي هو البساط بتاع طب ده الحمد لله تفكتوش الباركيه لا ده هو اصل انت دلوقتي ايه ثلاث ارباع اللعيبه عندك في مصر وفي كل دول العالم بيجي لها زي الديسك لان الارض ناشفه فبدا الباركيه تحتيها يبقى فيه زي ايه زي توازن كده زي يعني في حركه كده فبيبقى ما بيقلل من الاصابات بتاعت الركبه وبتاعت الظهر صحيح. الصاله بقى بتاعت اسكندريه ما كانش دورنا على صاله يعني اتمرنوا فيها لقينا فيها البيت الكمويات دي في الماكس
صعب ان هم يوصلوا يتمرنوا الصبح زحمه كده وبتاع. فعملوا برضو الهيئه الهندسيه للجيش عملت صاله بالونيه جنب الصاله. ايه الجمال ده؟ اه زي بتاعت اتحاد الشرطه الرياضي زمان. زمان في صاله في اتحاد الشرطه الرياضي ما زالت بالونيه لغايه بتشتغل فيها لغايه دلوقتي. الشباب مش الشباب اللي هم مواليد 2004 و2006 بيلعبوا فيها. فبقى عندك في ايه؟ عندك سبع صالات فيها التدريب. يعني تدريب الصالات الرئيسيه للمباريات فقط وليك تدريبه واحده قبل انطلاق المباراه عشان تشوف تاخد جو المباراه. الفرقه بقى مثلا ايه؟ فرقه جايه من اسكندريه دخلت على الاستاد تتمرن تمرينه برده في الصاله برده لانها جايه من اسكندريه. آه نفس الحكايه بالنسبه للرايح اكتوبر او الرايح الايه البتاع. التواني بقى اللي هم ماشيين من العاصمه الاداريه رايح 6 اكتوبر تمام يروح رايح متمرن تمرينه. طب هسال حضرتك سؤال دلوقتي، انا جاي من برج العرب هلعب في استاد القاهره، طبعا هغير مكان اقامتي في الاوتيل. هل ده محسوب نبقى كل ده داخل في 50% من الاشغال؟ اه طبعا. يعني انتوا حاسبين عارفين الكلام ده ودافعين كمان فلوس. طبعا طبعا دافعين. بس انا بتكلم على حته ايه، ان ممكن تيجي بص تلاقي ايه 3 4 فرق جم مع 3 4 فرق الموجودين عدينا ال 50%. طبعا الكلام ده كله مدروس. لا انت اصل بص بس السيد رئيس الوزراء كان لعيب هاندبول مصطفى مدبولي طبعا. هو بيبقى على طول هو اللي بيدي القرار بتاع ال 50%. صحيح. فهو حتى طلب من كابتن حسين لبيب ان هم يزودوا في الاوتيلات بدل ما تبقى 50% تبقى مثلا 75 مثلا تزيد. فاهم ازاي؟ لان هم كنا داخلين في الاوقات بتاعه الكريسماس. انا بقول لحضرتك اللي هي الحته دي هيبقى فيها مشكله، لان فهي اتعملت ان انت حجزت عدد اوض معينه. صح. او قفلتهم. ما انا مش قادر اقول اسم الاوتيل. الاوتيل بيبقى فيه بتاعتين كده تو تاورز واخدين تاورز كامل بكل حاجه تمام. خلي بالك الناس اللي بيخدموا عليك برضو محجوزين. محجوزين فاهم ازاي كده طبعا يعني. ما ممكن ينقل لك كورونا. كل طب المساحات بقى يا كابتن، يعني هل اللعيبه هتعمل مساحات بشكل كويس؟ اللي انت قلت لسه كنت هقول لك. بص بقى دول اللي جايين صاله 6 اكتوبر كويس تمام، مثلا يوم 12 هتوصل فرقه كذا فرنسا، يوم 13 المانيا واستراليا والنرويج ويو اس اي كويس. تيجي هنا تقول لك ايه اكوردنج تو ارايفل حسب الوصول. لو وصل مثلا يوم كذا بيعمل بي سي ار. بيعملها فين؟ في المطار ولا بيعملها في المطار؟ ممتاز. وتاني بعديها بيومين بيعمل بي سي ار تانيه كويس. طول ما هو في في البابل ما بيعملش تمام. بعدين في خمس اوض بتاعت عزل. اسعاف عزل يعني لو واحد عي بيروح الاول يعمل له بي سي ار يعرف عنده كورونا يدخله بعدين لو هو حالته متاخره بيروح بعته مستشفى. اقولها ولا ما اقولهاش؟ ما انا عارف اللي انتوا متعاقدين معاهم مستشفى وادي النيل. اه مستشفى وادي النيل انا عارف كويس. لا ما احنا ليه الحاجات ما دي اعلنت واعلنت في المؤتمر الصحفي. طيب انا بس عشان لا مش عارف. فانت مستشفى وادي النيل بقى يتعالج هناك. وزاره الصحه لما دخلت بقى الصلاه قالت لا انا عايزه اوض اكتر من الخمس اوض دول، عايزين مثلا 20 اوضه واحده كذا واحده كذا واحده كذا. فاحنا عشان البروتوكول عشان هم ليهم بروتوكول معين في وزاره الصحه يقعد ما يخرجش يروح المستشفى تمام. يقعد عندك لغايه لما يتعالج مثلا اسبوع 8 ايام يبقى كويس. لو حالته متنيله ب 60 ميله بقى هيروح المستشفى. بس ان شاء الله مش هتوصل الرياضيين والرياضيين اغلبهم بيجوا على الحمد لله. انت الرياضه اصلها بتزود المناعه عندك بتخلي اصابتك بالكوفيد دي قليله او الريكفر بتاعها بيبقى اسرع. طيب. او احسن. يعني احنا بنعمل مسحتين، مسحه اول ما توصل للفريق مسحه بعديها ب 48 48 ساعه مسحه ثانيه. طب افرض يا كابتن الانتقالات بقى اللي جاي من ايوه لسه بتعمل له مسحه برضه، يعني جاي من برج العرب يتخش على مسحه على طول. خش على مسحه. طيب سؤال بقى يا كابتن، انت عملت مسحتك، الفرقه عملت مسحتها، طب افرض فريق جه قبل البطوله بيومين اليابان. لا اليابان جاي بدري. طيب ما هو جاي بدري. طب لا انا بتكلم على فرقه كاس العالم بعد بكره هي جت ما عندناش الاوبشن ان احنا نستنى 48 ساعه نعمل له المسحه الثانيه، نعمل ايه؟ لا بيعملوا ولا انت ضامن ولا انت ضامن ان هم كلهم لازم يجوا قبلها 48 ساعه؟ هو جايب معاه مسحه وهو جاي من بلده. تمام تمام. يبقى هو 48 ساعه قبل ما يطلع المطار. تمام تمام. هو بينزل من الطياره، ما اعرفش انت شفت استقبال اليابان؟ شفت طبعا شفنا تابعناه. اثنين من جايين من الفضاء اللي بيستقبلوه وزاره الصحه ويقيس الحراره ويدخلوا على الاتوبيس. على الاتوبيس الاتوبيس بالسواق برضه معزولين ما 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 يعني في البابل في البابل بيطلع على الاوتيل ما بيخرجش. فاهم ازاي كده؟ شفنا طبعا الدكتور معالي رئيس الوزراء معالي وزير الشباب وكان الدكتور حسن مصطفى كانوا في استقبال منتخب اليابان عشان يدوا رساله طمانينه للناس. لا انت كمان ايه اللي حصل قبل كده في الدنمارك في ديسمبر في نص ديسمبر كانت بطوله اوروبا للستات السيدات تمام برضو عملوها كده بالطريقه دي، بس هم عدد الفرق كان 16 فريق
فطبعا ايه يعني هم اسهل كانوا. انت 32 دي بقول لك عدد خزعبلي، فمش عايز اقول لك الاوتيل هيبقى كام، 2400 مثلا. خلي بالك في حكام وفي بتوع الميديا، كل دول بابل يعني موافقين مع المنتخبات نفسهم. جايين بقى صحفيين مثلا فرقه عربيه جايه 55 واحد، انت المفروض ما تقدرش 25 ما تقدرش تقول حاجه، لكن هم بيدفعوا الحقيقه. محدش ما تقدرش تقول حاجه. لا هو عايز يجي ببعثه كبيره، هتقول له اهلا وسهلا، مش هتدفع، مش عارف اعلام ومش عارف ايه وايه وايه، فاهم ازاي، رئيس نادي مش عارف ايه ورئيس نادي ايه ورئيس نادي، كلهم جايين. فانت بقول لك دايما برضو بالنسبه للبطولات العربيه وبطولات افريقيا، لما بتبقى في القاهره او في مصر يعني بيجي لك اعداد اكبر كتير بيتشجعوا. كمان بقى الاوروبيين جايين اساسا بالمشجعين بتوعهم، بس المشجعين بقى لو ما اشتروش تذكره من هناك مش هيخش. في اوروبيين مشجعين جايين المفروض. المفروض بس انت مستني، مش مستني تشوف. اصل هو انت ايه، هو بعت قال انا عايز مثلا 50 واحد او 40 واحد او 45 واحد، قد يجي وقد ما يجيش. دول بيبقوا بيبقوا على طول بتبقوا جمهور. صحيح. هو صحيح. انت كمان انا احكي لك بقى حاجه، انت عارف الصاله بتبقى موجوده، يعني انت ليه مدخل للعيبه وفي مخرج. المخرج ده في اللي هي الاريا اللي بتعمل فيها الـ زي احاديث صحفيه. تمام تمام كويس. الاحاديث الصحفيه دي في صحفيين معمولين في البابل او في البابلز بقى، في البابلز الاربع اوتيلات. البابلز ده اللي البابلز يقدر يعمل معاك حديث. واحد مش في البابلز ما يعملش مثلا، قال لك المصريين ممنوع الاول. ده ممنوع ليه بالظبط؟ ما يمكن الجورنان بتاعه يدخله ويدفعله في البابل. دخل يقدر يقف، ما دخلش في كونفرنس. كونفرنس يقعد فيها بقى بعيد عنهم. بعيد عنهم تمام، الاوضه اللي قبليك يعني. تمام. طب هو يقف في لاين بعيد عن الناس وياخد منهم الاحاديث. بس خليني اقول لك كابتن ان والله بص الوقت مر بسرعه، وانا انا نفسي والله انا عمال يقولوا لي تايم تايم، والله انا نفسي الوقت يزيد. ولكن ان شاء الله ده مش هيبقى اخر لقاء يا كابتن الفي. يعني انت حضرتك معانا وهندخل الناس كلها في الكواليس، حضرتك عندك كتير جدا، وعايزين انا على المستوى الشخصي اتعلم منك. لان لا والله دي حقيقه، كلنا بنتعلم من بعض. قال لك يموت مش عارف يوم يتعلم. لا يا كابتن طبعا طبعا، وحضرتك يعني قيمه كبيره. بشكرك كابتن محمد الالفي، نورتني وشرفتني، وان شاء الله مش هيبقى لقاءنا الاخير باذن الله. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع كابتن محمد الألفي، طبعا رئيس لجنة المسابقات في بطولة العالم، وكمان كان المسؤول عن الصلاة، عنده كواليس كتير عشان أوريكم حجم الشغل اللي تم في أو اللي تم ولسه هيتم كمان في بطولة العالم. ولكن لازم ده وقتنا انتهى، إن شاء الله انتظرونا يوم الأربعاء في حلقة جديدة مع الأبطال. شكرا مليون.